السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي ندير لكم ديال العصير، ديال عصيري واعر، احسن ما كاين، عصيري طبيعي بلا مواد حافظة بلا حتى شي حاجة. الا جربتوه غادي يعجبكم، ما تصغناوش عليه، والله ما تصغناو عليه. انا اللي جربته ذقته عند مرات خويا وقلت علاش ملي ما نشاركوش معاكم عصير روعه روعه يا البنات. غادي نقول لكم المقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنا حبه ديال الخيزو، حبه واحده. عندي حبه ديال البطاطا متوسطه مسلوقين، هاد الخيزو والبطاطا مسلوقين. عندي كاس ديال الماء، عندي نص كاس ديال السكر سنيده، عندي نص يطرو ديال الحليب، عندي يطرو ديال اللبن، هاد يطرو ديال اللبن. غادي ندير كلشي في الخلاط. السكر ما غنديروش كامل حتى غادي نقص، حيت كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف. غادي نديرو هاد الثاني. يمكن غادي يجينا بزاف، غادي نوليو نزيدو نقصو شويه على اللبن باش ما تفادناش. باش غادي نديرو هاد بطاطا وخيزو. هاد الحبه ديال الخيزو غتعطيه اللوين ديال العصير بالخوخ، واللي بغى يزيد فيه الخوخ وكان واجد الخوخ كاين يزيد ويضيفو حتى هو، يضيف معاه الخوخ ولا اللي بغى يصوب على تاني ديال الفريز. ولا دابا غادي نطحن هاد الخليط ديالنا. نوقفوا الكاميرا على حساب الصداع. غادي نقص منه ضفنا اللبن والحليب اللي كان مازال كامل، نضيفو السكر. العصير ديالنا هو هذا، هو خاطر وعاطي اللون ديال عصير ديال الخوخ. انا غادي نردو لهاد القرعه اللي كان عندي فيها حليب. مذاق رائع، ما تقولش ديال، تقول غير ديال الزنقه. خرج لينا قرعه ديال يطرو، وهذه نص يطرو. بصراحه ما تفرقوش على عصير ديال الزنقه. لا اللون ولا المذاق تفرقوا على العصير ديال الباكي. نعم، بصراحه انا ملي عرفتو انا كنصوبو، حتى كنجرب الحاجه عاد كنصوبها معكم. ما نقدرش نصور شي حاجه، نصور لكم شي حاجه
ونحطها لكم، وانا ما مجرباهاش، حتى كنجرب الحاجه عاد كنصوبها، عاد كنصوبها معكم. الحاجه اللي طلعت لي زوينه وعجبتني كنقول علاش اللي ما نشركهاش مع اخوات، يستفدوا حتى هما كما استفدت انا. ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوناش تفعلوا الجرس وديروا لنا اشتراك باش يوصلكم كل جديد، و تبارطاجيو مع الخوت والحباب باش يوصل يعم الفائده على الجميع. اي حويجه زوينه جربتها وطلعت لي زوينه راني نحطها لكم، ونتمنى من الله تجربوها وتعجبكم.